عم يحركوكن بهي الطريقة. بالأول جبروكن تروحوا على التعزاية، وبعدين صوروكن ومسكوكن وحطوكن هون بالسجن، وهلأ حارقين قلب قرايبينكن برا. اللعبة ما أنا واضحة ما؟ لعبة شو يا سيادة القائم مقام؟ هاي اللعبة لعبة الدولة. ليش أنت زدتوك لهون؟ ليش؟ لأنه أنت من الأخيار. الدولة ما بتترك المناح عندها منوب. أنت غلطان. هدول الناس تسللوا للدولة وعم يلعبوا على كيفهم، وكلياتهم عبارة عن أفاعي عم يدسوا سمهم بدم كل يلي حواليهم. كلياتنا مع بعض ممكن نقضي عليهم، إذا حطينا إيدينا بإيدين بعض رح نقضي عليهم كلهم. هات البازوكا لهون. اتركوا رجالنا، رجالنا ما ساوت شيء، اتركوهم. انبطحوا، اوصوا. ماشي تمام، شكرا حضرة المحامي، شكرا. شوفي شو صار، الارهابيين هجموا على مديرية الأمن. شو؟ يا ربي دخيلك طارق. ساعدوني ساعدوني يا جماعة، ساعدوني. يلا شباب بلش الهجوم، دخلنا كتير. يلا يلا خلوك وراء بتوصوا، لا توقفوا أبدا. أوصوا أوصوا، لا توقفوا أبدا، أوصوا عليهم. يا الله راسم أغا، ساعدوني من شاء الله. راسم أغا أنت منيح، أنت منيح راسم أغا. ساعدوني يا جماعة، ما عم أقدر أتنفس. الله لا يوفقهم، شو عملوا فينا. هذا الوقت الشيطان، اوصوا. يلا ارفعوا، ساعدوني بسرعة. يلا يا جماعة احملوا معي، يلا ارفعوا ارفعوا
ادفعوا. رح نطلعك من هون يا أخي. يلا وقف وقف أمين، لا تعمل هيك. لك هيب عليكم أمين. تركوا لك، شو عملت؟ كفار هربوا. يلا وراهم. سيفو 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 ابني، تحمل شوي تحمل شوي. سيفو تمام. نعم حبيبتي، وينكم انتوا؟ قربتوا؟ تمام تحمل. يا ريتكم ما اجيتوا، الاوضاع مخربطه كثير. بسيطه بسيطه، انا راح اجي واخذكم. لازم ناخذ سيفو مباشره على المستشفى، لازم نخبر اهله كمان. تمام تمام استاذ. لا تخبروا اهلي، اتركوني. بس وصلت خليها تجي على المشفى، في جرحى كثير. شوفي ليش بتضل عم بتضايقني؟ حنان ليلي، حنان عندك شيء؟ انت زوجة جاي عم تسأل عن مرتك هون؟ لأنه شفتك انت آخر وحدة بالجنازة. مو هون مرتك، ليش انت ما بتفهم الحكي أبدا؟ لك حنان رح تموت. اروح. ولك حنان رح تموت وانت حنان. شو هالمرة هي؟ يا الله أنا شو رح أعمل هلأ؟ شو عم يصير يا؟ بلشت الحرب؟ شوفي خليني شوف. حنان فقتي؟ أمي شو عم بيصير؟ لا تخافي بنتي، أنت بأمان هون، نامي لا تخافي حبيبتي. يلا طارق طارق جيبوها لهون. طارق جيبوها. طارق شان الله طارق. يلا تحملوا ورح نطلع. يلا يلا يا أغوات. يلا 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 هاي إذا بتريدوا. يلا 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 تعالوا من هون. تعالوا من هون تعالوا. يلا تعالوا. انت ورستور تعوا معي. تمام مشي يا منيح، او اعطيني شي شغله اضغط فيها على الجرح. حسن بسرعة يلا يلا خديجة بسرعة يلا يلا. شو صار لك فاطمة؟ بنتي بنتي طارق طارق ساعدني هون. خديجة خديجة مين عمل فيك هيك؟ قولي فاطمة بنتي بنتي شو صار لك؟ يا ويلكن من الله أخي، أوصوك يا أخي، أوصوك يا حبيبي. لك شو صار؟ الدولة عملت هيك على عدنان.
قلت عدنان؟ مفكرين انه راح ينفذوا بعملتهم، مفكرين انه راح يتموا من دون عقاب. اعكوا لشوف يا اغوات. خديجه الله ينتقم منه. انا اللي راح حاسبهم. والله حتى ادفنهم بارض الله. اللي جابوها لحالهم. اجمعوا لي العشيره. دكتور طارق. بنتي حبيبتي سلامتي سلامتي يا بنتي. اجا مروان بده ياني الي، لازم اهرب. طارق طارق. ريت انا ولا انت يا خديجه. زيدان في ايه يا خديجه؟ بقى في ايه؟ زيدان زيدان ساعدني، مروان راح ليقتل طارق. انا جيارة. راحوا من هاي الجهه. ولا يهمك ديالا، خلاص انت لا تاكلي هم. لازم اوقفهم على حدهم. يا الله ساعدني. مروان الواطي. طارق. رستم. رستم امسك هدول من ايدي. طارق. الو. انتظروني بالخلابة، رح نرجع سوا على المعسكر، مفهوم؟ ماشي. ياسمين؟ لما بتشوفي حالك جاهزة رح اتجوزك. شو عم يصير؟ كل هالوقت كنتي عم تلعبي فيني ما هيك؟ بعد أن فقد رؤساء العشائر أقرباءهم في الصدام الذي تم أمام المغفر، زادت الأحداث السابقة سوءاً، وقد تجهزوا للتحرك فوراً. والإشاعات عن حرب العشائر من الآن هي مصدر رعب بالنسبة للأهالي. وأثناء الهجوم على المغفر، فإن المقبوض عليه القائم مقام السابق طارق كايا دخل في عداد المفقودين. عم تكبر الذنب على حالك أكثر يا طارق. طول ما بتتحرك رح تغرق أكثر، وما رح تقدر تعمل أي شيء. امسكوا لي طارق فورا، ما عنده مكان يروح عليه بنوب. تعال حطوهم. على مهلكم. بابا. بنتي. انا خايفة.
أهلين ياسمين. أهلين حبيبي. كيفك؟ مرتي ياسمين، أيمن. نعرف بعض. كيف يعني؟ أنا مو حكيت لك عن الضيعة؟ ضيعة سارسون. أيمن من هنيك. أهلا وسهلا. بسطت كتير، معناها ما رح تحسي بالغربة هون. يلا روحي على شغلك، لأنه في جرحة كتير. هاي المرة ما رح أتركك ياسمين، لو شو ما كان الثمن، لو شو ما كان الثمن. وين أنا؟ طارق، أنت بأمان، اهدى شوي. زيدان، كل الأغوات رح يحتجوا، رؤساء العشائر رح يهجموا. زيدان، لازم وقفهم، رح يحولوا المنطقة لبحر الدم. ارتاح شوي طارق، اهدى خلاص. بالأول خليني خلصك من هالأواعي اللي كلها دم. ديالا؟ زيدان، طارق، شو صار ديالا؟ في أي تطور؟ بلشت العشائر تتحرك ورح يهجموا على دوائر الدولة بالمنطقة. كل شيء طلع عن السيطرة طارق. لازم روح وأحكي معهم بسرعة. طارق، طارق لا تروح. طارق ما فيك تطلع، عدنان والتنظيم والشرطة كلهم عم يدوروا عليك، في خطر كبير عليك هلأ. الخطر الحقيقي رح يكون إذا العشائر تحركت يا ديالا. الظلم الحقيقي رح يكون وقتها. السجن هلأ أو الموت، ولا واحدة فيهم أهم من أنه نوقفهم. أنا بحميك يا طارق، أنت ريح بالك. لا يا زيدان، ما في داعي. طارق، بما أنه مالك القائم مقام هلأ، برأيك مو غلط تطلع هيك بدون أي حماية؟ طارق، زيدان عم يحكي مزبوط، ما في روح على حالك. تمام زيدان، بس من بعيد. أنت رح تراقبني من بعيد، لأنهم إذا شافونا سوا مو بيصالحنا أبداً. خلينا نطلع بلا ما نضيع وقت. يلا كابتن زيدان، شو نعمل نحن؟ ليك صديقي، شفت بعيونك يا زيدان، لما منكون سوا شو منقدر نعمل؟ لا تتركنا من دون قائد، وإلا كلنا منتبهدل ومنضيع. حبيبي كيف صار كتفك؟ مو حاسس بشي أبدا، أنا منيح. وإنت رجعي على المشفى، هنم بحاجة إليك كتير هنيك. ماشي طارق. ماشي، هلأ أنتوا روحوا على المغارة وخود اللاسلكي معك. ها، أنا بتصل فيكن بعدين. الله يوفقك كابتن زيدان، الله يوفقك ويحميك. وأنت كمان يا حبيب، يلا يلا يا يلا شباب. يلا، أنا كتير بحبك. الله يحمل معكن يا كمان. شباب، أنت لا تأكل همي حبيبي، انتبه على حالك كتير منيح. طارق، خلصنا هلأ، مو وقت العشاء. ها، تعا بالمحروسة هي والمدلل تبعي، رح نلحق المنطقة. يلا تعا. يلا يلا روحي. ديالا، إبراهيم بالبيت؟ أنت لا تأكلهم، تركته عند الدادة، ما في عندهم علم بأي شيء. تمام. القائم مقام طارق كايا بعد الأحداث في المغفر لاذ بالفرار وهو مصاب، والشرطة تلاحقه الآن، وبمجرد القبض عليه سيدخل إلى السجن. الدولة تتهم السيد طارق مسكوا بابا بقتل ميخائيل وبالأحداث التي صاير. إبراهيم، مسكوا أبي نيرمين، رح روح لعنده. الناس السيئين مسكوا لأبي. لا تروح إبراهيم، رح أقول للدادة هي تاخدنا. دادة مريم، دادة مريم، شو صار نيرمين؟ إبراهيم راح، قال بده ينقذ أبوه من الظالمين. قولي أوس ومرته لمحي الدين آغا، الأغوات كلهم هايجين، وعشيرتنا كمان رح تشارك بالاحتجاج. إيه، وهلأ لازم نعمل كل شيء. العوض بسلامتك. الله يسلمك. العوض بسلامتك يا آغا. والله ما رح أسكت على اللي عملتوه. تعال هون، روحوا له واجمع لي العشيرة وقل لهم رح يهجموا على كل دوائر الدولة، ما في رحمة.
وما في شفقة، مثل ما عملوا فينا عملوا فيهم. تمام أغا، الدولة رح تتحاسب على اللي ساويته. تمام، عليك العافية. شكراً. انتبه لحالك، قوم على مهلك. عليك العافية. عليك العافية. ابني شو صار لك؟ صار لي هيك بالجهاد، كنت واحد من الغزاة. جهاد شو لك؟ جهاد شو؟ ولك هدول عم يخدعوك، هيك ناس سيئين شو علاقتهم بالدين؟ قلي لشوف شو علاقتهم؟ وقف ابني، لا بقى تعمل هيك، لا تلحقهم لهدول، هدول مو الطريق المزبوط. والله العظيم يا ابني رح يدمروك. يا حبيبي يا ابني لا تشعل النار بقلبي. بابا اتركني، انا رايح يا ابي كمل دين الحق. لا تعترضني لحتى ما تكون منهم. دين الله هيك بتدافع عنه يا غبي؟ بالدم؟ ارجع عن الجماعة، ارجع لبيتك ومدرستك وتعلم مثل الخلق. الجهاد الحقيقي هو بالنفس، انت تغلب على نفسك والباقي سهل. سبعي مجاهدي شو عملوا فيك؟ ليش حالة الولد هيك؟ انت شو عم تعمل له؟ ليش شو بقى حالة ابنك؟ مثل السبع كان واحد من الغزاة. بالأصل انت تطلع بحالتك كافر ورح تموت كافر. الحمد لله انا مسلم اكثر منكم وايماني كامل. معناتها انت كمان انضملنا، يا اما بعد عن طريقنا. رح ابعد عن طريقكم، بس انتو تركوا ابني بحاله. قسم بالله بشقفك هون، ها بس مشان حرمة هذا المجاهد ما عم بعمل شيء. خالو، خالو، تا تا خالو تا. سيفو ما عم يحكوا حكي منيح عن أبوك، عم يقولوا إنه ساعد التنظيم وفتح لهم بيته. أبوك صار واحد من الكفار وعقابه معروف، رح يموت وأنت اللي رح تقتله، فهمان؟ كيف؟ كيف بدك يعني اقتل أبي؟ المجاهد إذا اضطر بينسى أبوه وبينسى أمه كمان. إيه؟ إذا كان كافر أنت رح تخوض امتحان كبير، بقتل أبوك رح ترتفع مرتبتك، فهمتني؟ امشي هلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. أيمن، ياسمين، ديالا، أهلا وسهلا. أهلين فيكي، أنت شو عم تعملي هون؟ ياسمين بتكون مرتي وعنا بنوتة كمان. شو؟ كيف يعني؟ ديالا أنا استفدت من تجربتي وبلشت حياتي من جديد، وبفضل شوكة رجعت على الطب مرة تانية. هاي أخبار حلوة كتير. أختي ديالا، أختي ديالا، ما لقيتها، ما نهنيك، ما عم لقيها ولا بمكان. خلص عم بطول بالك شوي، عم قلك اهدى واسمعني. خلص لا تخاف، الله موجود. دكتورة سلمى؟ يعني دكتورة ياسمين؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك عبدو. لك شو صار لي انا؟ تمام وصلت؟ ايه البنت هون منتظرتنا. تمام. الو نعم سليمان. كنت بتعرف مو هيك انه اذا انقتل ميخائيل رح تصل فيك الظروف لهي النقطة؟ انا شو عملت حبيبي؟ اخذ ميخائيل على المكان اللي قلت عنه بس، والمهندس الحقيقي للحدث حضرتك. تمام،
طبعا شيء اكيد، وانا بدي حصتي كمان. ها تمام. حنان انت كمان كنتي بتعرفي مو؟ انت كمان كنتي معهم مو؟ معناتها انت يلي قتلتوا بابا. الله ينتقم منك. حنان 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 استني. حنان ولك شبه هاي؟ هالبنت المسكينة داخلت. أختي أنت منيحة؟ قومي. سيادة القائم مقام، العوض بسلامتك محدين آغا. أوصوها يا سيادة القائم مقام، حرقوا لي قلبي عليها. كل شي من الله، وما علينا إلا نرضى بالقدر. طبعا أكيد، بس كمان إجا الوقت اللي لازم نرجعه فيه مين نحن. الدولة راح تشوف مين الناس اللي مستوطين حيطة. لا تعمل هيك محدين آغا، مين اللي راح تعاقبه؟ يلي عمل هيك مبين مرتك التنظيم هو اللي قتلها. عدنان اللي قتلها. نحن منعرف مين هذا هو عدنان. هنن اللي قتلوا ميخائيل ومرتك كمان، وين كانوا العساكر برأيك؟ ما دام هيك شو كان بدهم من خديجة؟ بدهم ياكن توقفوا، بدهم العشائر توقف وتهجم وما تقدر الدولة تتحكم فيهم، وبعدين رح يصير شغلات سيئة. لما الدولة بتعجز رح تتحكم دول أجنبية كتير، وقتها كل شي رح يزيد سوء يا محدين آغا. عقلي ما عم يستوعب يا طارق، ما عم افهم. ساعدوني، ما عم قدر يتنفس يا جماعة. ساعدوني. ليك ما في داعي تفهم وتستوعب، الحق حسك. يلي عم بيصير مزبوط، ما تركوا لعسكري بالمنطقة ولا شرطي، كلياتهم انبعتوا مهمات لبرات المنطقة، والضابط يوسف استشهد. تأخرت كتير يا سيادة القائم مقام، رجالي صاروا على الطريق والأخوات الباقيين كمان راحوا على المنطقة، كتير تأخرت. يا ربي دخيلك. لا أماني متأخر على شيء، اتصل برجالك ووقفهم، أنا رح حاول إقناع الباقيين، لازم أقنعهم ووقفهم، اتصل برجالك. ألو عدنان، طارق كان هون ببيت محي الدين آغا، هلأ راح باتجاه المنطقة مشان يكون عندك خبر. طارق خبرني شو صار. زيدان الحقني على المنطقة، الأغوات من زمان طلعوا، لازم نوقفهم قبل ما يبلش شي. يلا 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 طارق، يلا يا مدلل. هلأ أنت حامل زيدان وطارق وعلى سن ورمح، يلا طير فينا لشوف. العشائر ضاجة يا سيدنا، إذا بتخبر رفقاتك بيكون أحسن. لازم نبعت دورية لتضغط على الحشود، إذا بتكونوا جاهزين بيكون أحسن. تعال نشوف يا طارق، يا دكتورنا السافل، يا فراري القانون، من اليوم ما رح تقدر تعمل شيء. هلا بلشت المشاكل، إذا بتبلشوا تتحركوا أحسن. دم كتير لازم ينسفك كتير. كل شيء تزبط سليمان، بتمنى كل شيء يكون حسب الخطة. لا تاكل هم، هي آخر نقطة، وتحرك العشائر معناه إنه المنطقة كلها رح تهب النار. حتى نحن ما كنا منتظرين هذا الشيء، كانت حملة منيحة كتير. هدول أقوى العشائر هون، بيسيطروا على أغلب المنطقة. حنان لك. حنان يا لطيف، إن شاء الله ما نكون تأخرنا عليها. خدولي الضغط فوراً ويلا عملولي التحاليل كلها، يلا استعجلوا يلا. حنان
أنا رح جيب جهاز الضغط وأجي. لكان رجعتي ما هيك؟ مروان؟ أنت شو عم تعمل هون؟ جيت كرمالك لأني شفتك. هاي المرة ما راح أتركك أبداً. اتركني بحالي مروان، أنا ماني ياسمين تبع زمان. لا تكوني تجوزتي لسه. لا، المكان هون مو مناسب للحكي، خلينا نروح لشي مكان تاني ونحكي. أنا لازم ألحقه بسرعة. سلمان أغا بعت خبر، رح نوقف ضد الدولة، خود سلاحك والحقني فورا. كل دوائر الدولة فهمانين علي؟ المستشفى، المدرسة، إدارة المنطقة، كلهم رح تهجموا عليهم. إيدي هي دابحتني. ما تاكل هم، نحن رح نهجم على المستشفى، رح نستولي على المستشفى، وهنيك منداويك قد ما بدك. سكول هدول اثنين. هذا عدنان، هروب طارق. لازم اوصل للمنطقة. انت روح. يلا خلص، انا بالهيون شوي. انا رايح من الطريق المختصر هذا، انتبه لحالك. هذا الشيء مستحيل. شو صار دكتورة؟ رح تعيش؟ ما عم صدق حالي، الجنين بكامل صحته. حنان خانم تعبت شوي، هذا كل شيء صار معه. الحمد لله. كأنه في إيد عطتها دواء ورجعتها للحياة مرة تانية. اعطيها دواء، عملي اي شيء. شو صار هيك؟ مستحيل هذا الشيء، مستحيل. ديالا خانم، ديالا خانم، شو عم بيصير؟ شوفي شو عم بيصير. دادا مريم شوفي، انت ليش اجيتي لهون؟ رهيب هرب من البيت. شو عرف انه ابوه مسك دخيلك؟ يا الله شو عم تقولي؟ ما فيني اتركك تروحي لحدا، انت بتعرفي. انتي مكتوبة إلي، عم تفهمي علي؟ انتي إلي. وقف عندك، وقف عندك، لا تحرك. Thank you.
يلا لشو يلا يلا شوفوا انت وياه يلا 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 شو يلا. روحوا مع رجاله المحدين اغا وهجموا على غير دوائر تابعه للحكومه. من اليوم هاي البلد إلنا، عاملين عصيان، وخبروا كل قرايبينكم باللي صار. الكل راح يعصي معنا من بعد اليوم، ما إلنا راحه ابدا. يلا يلا روحوا تحركوا. وقفوا وقفوا وقفوا. طارق طارق سيدي طمني، ان شاء الله انت منيح. شو اللي عم بتسوي يا اغا؟ ليش الناس هون؟ عاملين عصيان سيادة القائد مقام، مثل ايام زمان، دائت اخلاقنا من الخناجر اللي اكلناها. انت كمان انضم إلنا، هاي المنطقة إلنا، اخواتنا ونسواننا اولادنا قدام عيوننا قواسوهم. انت كمان شفت الظلم بعينك. لا انا ما شفت ظلم من دولتي ابدا، انا شفت ظلم من المندسين ومن الافاعي اللي دخلوا على هاي الدولة. مشان كم واحد لهم مصالح هون، ما فيني انضم لكم واترك بلدي. هيك لكان كل هالسنين ونحن عم نستحمل التنظيم. التنظيم اجا ودق علينا باب باب وقال انضموا إلنا كرمال وطننا ودولتنا، بس بالنهاية اجبرونا انه نشارك بجنازة ميخائيل. سيدنا محمد كان بيحترم الميت، قلنا انه ما عنا فتنة وشاركنا. اعلنوا عنا انه نحن ارهابيين، نسواننا وبناتنا تبهدلوا قدامنا بالبوكس والرفض طالعون، وبعدين قوصوا على اهالينا واولادنا. لو مو التنظيم موجود ما كنا رح ننفذ. شو لسه بدك اكتر من هيك؟ انت قلنا يا سيادة القائد مقام، شو نعمل؟ مو شايفين يا ابو سلمان؟ مو شايفين انه هي لعبه؟ قتلوا ميخائيل وبلشت المشاكل، خلصوا على حزب الحزام ومشطوا المنطقه كلياتها. اطلع حواليك، في عسكري ولا شرطي؟ بتعرف وينهم هلا؟ بالمهمات. عملوا بلبله برا وسحبوهم لهنيك. شو رح يعملوا بتعرفوا شي؟ بعد شوي رح تتعبى الدنيا كلياتها عساكر، ورح ندخل معهم بحرب. ناس كتير رح تموت، واللي رح يضلوا هون رح يكونوا مجبورين انهم يعيشوا تحت امر ايد اجنبيه رح تكون من بعدنا. ليك اخي، أنا بحترمك كتير، كنا دائماً إيد واحدة بكل شيء. إذا كنت واقف قدامنا على أساس إنك قائم مقام كنت قتلتك فوراً. لا تضغط علينا. صحيح، إذا عشنا سوا أنا كمان مثلكم، لو كنت قائم مقام يمكن كان رح يكون الوضع مختلف كتير، بس نحن قدرنا موحد. نحن طلعنا سوا من السجن. روحوا روحوا واسألوا حالكم، إذا بتقولوا منكمل لحتى نتفرج كلياتنا على اللي رح يصير. ليكني عم قلكم، عساكرنا رح يجوا هلا ورح تضطروا انكم تقوصوا عليهم بقوه وهنن بالمقابل. فهمت علي ولا لا؟ يعني الشعب رح يقوص على بعضه، وبعدين رح تدخل الدول الخارجيه على الخط، وعلى اساس انه المنطقه خارج نطاق السيطره ورح يحاولوها لهم، وبهالطريقه هي رح نعيش بس تحت سيطره الاجنبي. القرار لكم. كلامه مزبوط، خلينا نروح ونوقف رجالنا ومنروح لبيتنا وننسحب. معك حق. شكرا طارق بيك. إذا بتحب يا طارق بيك منقدر نخبيك عنا. بتشكرك. دولة ما رح تلاقيك. يسلم. إحنا بأمرك. أنتوا بس اسحبوا لي رجالكم من المنطقة، وكرمال الله اتوقفوا تمنعوهم. صدقني طول ما الكل بخير، أنا شو ما كان عقابي بروحوا بقضيه. المنطقة أمانة عندكم. يلا. يلا. يلا تحركوا لشوف. يلا. يلا لشوف يلا. أنا بتشكرك. واقف وسلم حالك. أنا بستسلم. تمام. طارق فهمني أنت ليش ما هربت؟ ديالا نحن ما منعرف شو الأفضل لنا أبدا. لو ما كنت مع هدول الأغوات، ولو ما كنا محجوزين بنفس الزنزانة، كانت المنطقة تحولت لبحيرة دم، وبهداك الوقت ما كنت رح أستفيد شي من حريتي لو شو ما عملت. ما تاكلي هم، الكل رح يعرفوا أني بريء. هنن بينصبوا الفخاخ وبيعملوا خطط، بس الله كمان أكيد هو مجهز لهم فخ مشان يوقعوا فيه. لوري 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 لوري
الدار.